شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولاب وتحميل تطبيقنا للاستماع لباقة مميزة من البودكاست، ملخصة الكتب الصوتية والمزيد، ولا تنسى الإعجاب. إن قول أنه يجب التخلي عن الماضي أسهل بكثير من فعله حقا. عندما يكون لشيء ما تأثير كبير على حياتك، فقد يكون من الصعب للغاية المضي قدما. الروابط العاطفية القوية مع شخص أو موقف ما يمكن أن تجعلك تشعر بأنك عالق وغير قادر على المضي قدما، في حين أنه من الصحيح أن تجاربنا تساعدنا في تشكيل هويتنا، فإن الوقوع في فخ العيش في الماضي يجعل من الصعب حقا احتضان الحاضر. سيؤثر التمسك بالأشياء السلبية التي حدثت في الماضي سلبا على كل من الحاضر والمستقبل. من أجل الانتقال من التجارب السابقة، تحتاج إلى اتخاذ قرار واع لإيجاد سلام مع الماضي والتركيز على سعادتك في الوقت الحاضر. إذا شعرت بأنك عالق في موقف سلبي، فإليك 12 علامة تدل على أن الوقت قد حان للتخلي عنها والمضي قدما. هل ترغب في كسب دخل سلبي وأنت نائم فقط بالاعتماد على قدرة الذكاء الاصطناعي؟ اشحن روبوتك الآن من AI Marketing ودعه يكسب المال من أجلك. اكتشف المزيد عبر الرابط الذي سيظهر الآن. أولاً، أنت غير سعيد. إذا لم تكن قادراً على الاستمتاع بحياتك أو العيش في الوقت الحاضر، فقد حان الوقت للمضي قدماً وجعل سعادتك أولوية. قم بتغيير وظيفتك واكتسب هواية وقم بإنهاء علاقة سلبية. اكتشف التغييرات التي يجب عليك إجراؤها وتحلى بالشجاعة للتخلي عن الأشياء التي تسحبك إلى الأسفل. ثانياً، أنت منهك. إذا كانت بيئتك والأشخاص من حولك يستنزفونك ويخلقون مشاعر الإرهاق، فهذه علامة أكيدة على أن الوقت قد حان للمضي قدماً. ثالثاً، تم اختراق نظام الاعتقاد الخاص بك. إذا كنت في موقف تم فيه المساس بمعتقداتك أو أخلاقك أو مبادئك، أو كانت موضع تساؤل مستمر، فقد حان الوقت للدفاع عن نفسك ومعتقداتك وترك هذا الموقف وراءك للأبد. رابعاً، أنت تزيف الواقع. إذا وجدت نفسك دائماً تضع وجهاً سعيداً في وجود الآخرين، فذلك لأنك تشعر بالحاجة إلى إخفاء نفسك الحقيقية ومشاعرك الحقيقية. تخلى عن المعارف القدامى الذين لا يعرفونك حقاً، وركز على الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يعرفونك. خامساً، لقد توقفت عن مطاردة أحلامك. إذا شعرت أن أحلامك لم تعد ذات صلة أو ممكنة، فقد حان الوقت لتذكير نفسك بهدفك وشغفك. أحلامك لن تأتي إليك، عليك مطاردتها بنشاط للوصول إليها. سادساً، أنت تفكر باستمرار في الماضي. إذا كانت أفكارك تركز بشكل أكبر على الماضي بدلاً من الحاضر أو المستقبل، فقد حان الوقت لإجراء تغيير. افعل ما تحتاج لفعله من أجل جعل حياتك الحالية مرضية وشيء تستمتع به. سابعاً، الماضي يؤلمك. إذا كانت ذكرياتك السابقة تسبب لك الألم باستمرار، فقد حان الوقت للتصالح مع ما حدث والمضي قدماً. إلى أن تتخلى عنها تماماً، ستؤثر ذكرياتك المؤلمة سلباً على حاضرك ومستقبلك. ثامناً، تشعر بالعزلة. إذا كنت في موقف تشعر فيه بالوحدة أو يساء فهمك أو لا تحترم، فمن المرجح أنك تحيط نفسك بالأشخاص الخطأ. ابحث عن علاقات جديدة مع أشخاص يقدرونك ويستمعون إليك ويتقبلونك كما أنت. تاسعاً، أنت تحاول باستمرار إنجاح الأمر. إذا كنت قد حاولت جعل الأشياء تعمل مراراً وتكراراً دون نجاح، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى المضي قدماً. لا تنظر إلى الأمر على أنه استسلام، إنك تختار إجراء تغيير إيجابي. عاشراً، تشعر بالملل. لدينا جميعاً التزامات، ولكن لا يزال هناك الكثير من الطرق لجعل الحياة ممتعة ومثيرة. لا تضيع الوقت في الشعور بالملل أو الاستياء، واغتنم الفرصة وقم بإجراء تغيير. 11، أنت تقدم التضحيات باستمرار.
قد يكون تقديم تضحياتي للآخرين أمراً رائعاً، ولكن إذا وجدت أنك تتنازل كثيراً من أجل سعادة شخص آخر، فقد حان الوقت لبدء التركيز على احتياجاتك ورغباتك وأهدافك وأحلامك. 12. لقد أهملت علاقاتك. إذا كنت قد أهملت علاقاتك الشخصية مع الأشخاص الذين يهتمون بك حقاً بسبب شخص أو موقف آخر، فأنت لا تؤذيهم فحسب، بل تؤذي نفسك أيضاً. اكتشف التغيير الذي يجب القيام به لتأكد من بقاء الأشخاص الذين يحبونك في حياتك. استمع أيضا عبر قناة أوديولاب على اليوتيوب، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.